بسم الله الرحمن الرحیم. تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ کچھ غیر ملکی مہمان ہیں، تو چلیں ان سے آج تھوڑی بات کرتے ہیں. یو نو انگلش؟ عربی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واٹ از یور نیم؟ اسمي عبد الله من اندونيسيا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واٹ از یور موٹو؟ kami di Pakistan keluar di jalan Allah 4 bulan. MashaAllah. 4 bulan charmaina insyaallah. Very good. MashaAllah. And please recite Holy Quran idha samaa'u fatarat. MashaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha samaa'u فطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين
المؤمنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. يأتي في هذا الباكستاني باكستان خرج في سبيل الله جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله جی. تو ناظرین یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے انڈونیشیا کے مہمان اور ماشاء الله بڑے اچھے انداز سے قرآن سنا رہے تھے. تو آپ نے بھی سنا ہے, آپ نے اس کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور جو ہے نا آپ نے اس کو, اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا.